أقامت جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بازارا خيريا نسائيا تحت شعار أنامل بصمتي كفيف لإبراز مواهبي وإبداعات الكفيفات بالحرف اليدوية، وأصبحت صناعتهن تحمل اسم أنامل كماركة خاصة بالكفيفات وبمشاركة وتشجيع عدد من نجوم اليمن، ليثبتنا أن الإعاقة في ذهن من يراها لا من يحملها. تفاصيل أوفى عن هذا البازار في التقرير التالي. أنامل، تلك كلمة أصبحت ماركة خاصة بأصحاب الأنامل الذهبية في بازار أقامته جمعية الأمان لرعاية الكفيفات تحت مسمى أنامل يومي الأربعاء والخميس المنصرمين من شهر أكتوبر. أقامت جمعية الأمان لرعاية الكفيفات دورة تدريبية وتأهيلية لما يقارب 150 كفيفة، وذلك بالحرف اليدوية من عطور وبخور وتطريز، كذلك شنط ويعني أشغال يدوية. هذا الدورة استمرت لمدة شهرين، ومن ثم تم تتويجها بعمل هذا البازار. أنامل الأمان هو بازار أقامته جمعية الأمان لرعاية الكفيفات تتويجاً لمنتجات أنامل التي صنعتها أنامل الكفيفات. طبعاً البازار كان عبارة عن ركنيات، في ركنية البخور والعطور وركنية الإكسسوارات، أيضاً كان معنا ركنية التطريز وركنية الشنط والحقائب. أضافت الجمعية ثلاث أركان كانت 20 عاماً من الأمان. هذا الركن تكلمت فيها الجمعية عن إنجازاتها ومنجزات الأستاذة فاطمة العاقل رحمها الله. أيضاً كان معنا وسائل تعليمية، قمنا بتعريف الجمهور معنا بوسائل الكفيفات التي تستخدمها. المعرض ذك كثير حلو، فيه حاجات مميزة، يعني مثل حق البرايل، حق المكفوفات، في حاجات كثير مميزة، تعليم الحروف، الآلات، كثير حلوة. حوى البازار كل فن ولون من تطريز وحياكة وخياطة وأعمال حرفية متنوعة، ورغم بعض الصعوبات التي واجهناها إلا أنهن بإصرار وعزيمة تحاكي الجبال صنعن ما لم يصنعه المبصرون بحضور عدد من الفنانين والممثلين المبرزين. هذه الفكرة جاءت لتمكين الكفيفة اقتصاديا، وجعلها إنها تعتمد على نفسها في إعانة نفسها أولا وإعانة أسرتها، وذلك من خلال إنتاج كل ما هو جميل وجديد لمجتمعها. ما كنت أنا متوقع أن خوات الكفيفات أن يقومن بهذه الأعمال، ونتمنى لهن التوفيق والنجاح في سائر أعمالهن. الكفيفات مبدعات ورائعات جدا، وأتمنى أن يزداد التفوق والنجاح، لأن قد شفت إبداعات كثيرة لكن حق الكفيفات لا أقدر أعبر عنها، لأنها جميلة جدا ومبدعات جدا بالتطريز والخياطة والفن والإبداع والتقدم وكل شيء. أتمنى أن المبصرين يبصرون ما يحققون الكفيفات ويعملون مثل إنتاجات مثلهن. تلك أنامل الكفيفات اللواتي باتت كل واحدة منهن تصنع الأمل بيدها لتعين ذاتها وتخرج إلى النور بوافر من الإبداع والمشاريع المميزة التي تعلمناها هنا، ليثبتن دوما أن الإعاقة في ذهن من يعتقد بها فقط ولا صعب حتما مع إرادة فتيات جمعية الأمان.